احنا الان كيف كنشوفوا على هامش الطريق ديال المدخل ديال المدينه ديال نيون كيف كتكتب رافينها كنشوفوها يعني نيون ولوزان هما في هذا الاتجاه هذا وثم عندنا جنيف وهنا الملعب ديال ستاد دو كولوفري ملعب ديال كولوفري كنشوفوا بعض اللاعبين داخلين يمكن كاين مباراه كتهيأ هنايا اللي كيلعبوا في القسم الثاني والثالث هذا المدخل ديال الملعب كيف كنشوفوا هنايا وهناك رافينا اللي هي بعيد كيف كنشوفوا المقاهي ملاعب مجاورة كيف كنشوفوا الملعب الرئيسي هو اللي امامنا دار اوتيل ريستورون بيزيريا كيف كنشوفوا كاين غتكون هنا مباراه في العشيه اليوم حتى اليوم السبت مدخل زوين شوفوا الملعب ملعب رائع ملعب ديال كولوفري في المدينه ديال نيون هذا هو الملعب اللي ديال اليوفا ان فيت ملعب ديال اليوفا بحيث المقر ديال اليوفا هو اللي موجود من الطريق لهيه كيف كنشوفوا على الطريق لهيه هذا هو المقر ديال اليوفا والاعلام ديالها هي هنايا على المدخل ديال الملعب كنظن مشدود الملعب راكم دخلت كاع وكون صورنا شي حاجه على ايين كيف كنشوفوا المشارق ديالو من هنايا لي درابو ديال اليوفا والملعب من الداخل ديالو هذا الملعب هذا احتضن واحد العديد من المباريات واحد العديد من المنافسات الرياضيه ومن حيث من ريال مدريد ولا غيرهم يمكن هنا عندنا صوره على الملعب كذلك هو الملعب اللي تلعب فيه البطولات ديال تشامبيونز ليغ ديال لي جونيور فان ديال لي بلي جون واخيرا ريال مدريد اللي توجت هذا الشهر ريال مدريد كانت توجت في الفينال مع البنفيكا هذه اول مره بالنسبه لريال مدريد الملعب كيف كنشوفوه كامل كامله هو الفريق هذا كيلعب في القسم الوطني الثالث والثالث ما بين الثاني والثالث سنه كيطيح سنه كيطلع والملعب هو السونت سبورتيف دو كولوفري كيف كنشوفوا هنايا دونك فوالا سي تري سامبا سي بيان اورغانيزي سي بروبر اي هذاك اليوفا حنا غادي نوصلوا له المقر ديالها هو اللي تما حنا غادي نوصلوا كيف غادي نشوفوا كيف كتورينا داك البلاكا اللي تما البلاكا اللي تما راهي كتورينا بان اليوفا المقر ديالها فين هو كيف كنشوفوا المدخل ديالها دونك غادي نشوفوها بالعين كاننا حاضرين فيها هادشي اللي زوين بزاف هنايا في سويسرا هو ان الخضورية كاينة بزاف والزرادي ولا شي مرتب جميل جميل جدا كيف كنشوفوا اللي هي راه بدينا كتبنا العالم ديال اليوفا هو اللي مول هاد الحديقة الجميلة وهنا غادي نقطع الطريق باش غادي نوصلني ما الشميشة خرجت سي انكرويام هادي أكثر من 15 يوم والشتا والبرد ودابا الشميشة خرجت زوينة الجو شي فريمون تري بو هنا كيف كنشوفوا المدخل ديال اليوفا هذا المدخل الرئيسي ديالها هذه البارك ديالها هذه الحديقه كنشوفوا هنا المدخل ديال السيارات هنا كيدخلوا الجميع والحديقه هذه في بارتي على جنب الواد كيف كنشوفوا ليه الواد ديالها الواد ديال جنيف شيء رائع جدا النهر ديال لو ليمون كيف كنشوفوا ليه رائع هذاك الشيء جميل جدا جاو على الضفة على الماء هذا هو البارك ديالهم دونك فوالا هذا ديال المقر ديال اليوفا فوالا كنتمنى تكونوا عملتوا معنا زيارة خفيفة في هذا الشهر ديال اكتوبر اليوم الثاني والثالث ديالو
دونك كيف كنشوفوا هناك وكذلك الجبال كيف كنشوفوا المثلجه بدا التشكي تاعها. يعني عندك هنايا سويسرا في داك الضفه في الجهه الاخرى ديال المياه تمك فرنسا، والفوق في الجبال ايطاليا. دونك عندك ثلاثه ديال الدول قريبه من بعضياتهم، وتقريبا 200 300 كيلومتر بيناتهم كاملين، بحيث ميلان من هنايا جوج ساعات بالسياره. فوالا اخوان، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا، وهذه زياره خفيفه باش نتعرفوا على المواقع ديال الاماكن الرياضيه. تبارك الله عليكم، تحيه لكم جميعا. غادي نكملوا الزياره ديالنا من الجانب الاخر ديال الملعب. كيف كنشوفوا، واخا المسافه بعيده ما بين هذه المدينه والمدن الاخرى اللي بعاد ليها، الناس كتمرن واخا في الباديه، خاف ما بين المدن الناس كتدرب وكتدير اللياقه ديالها، كتستعلق كتستعد وكتالق الرياضه ديالهم. هنا غادي نجيو نشوفوا هذا المكان المهيئ ديال هذاك ديال البيرمي ديال السياقه ديال الموتور. هنا كيدوزو التعليم ديال الموتور، هنا كيعملوا كذلك الامتحانات. كيف كنشوفوها رسمين على الارض، كيف كيبان دونك كيبان رسمين هذا يكون حمر على الارض، وعندهم سيركوي ديالهم فين كيجيو الناس بالموتور، الشباب بالموتور، وكيدوزو البيرمي ديالهم بالفيراجات والاعتصامات. كنشوف هادشي كامل على الملاعب الجهة الأخرى ديال كولوفري ديال ستاد. راهم كيف كنشوفوهم لاعبين كذا كثير، العام اللي فات مكانوش هاد الملاعب هادو، دابا تزادو مع لي فين اللي كنشوفو ديال العنب، راهم في الهابل. هاد المنطقة خضراوية بزاف وفلاحية بزاف، وكيف كنشوفو دونك سان تري 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 بو بيزاج. هذا سان باركينغ ايمونس، كيكون المباراة في الملعب الكبير. هذا هو الباركينغ اللي كيستعملوه الناس، وكذلك راه هي كيف كنشوفو راهي لا بيسين ديال هاد ليون، سي لا بيسين. دونك المدخل ديال لا بيسين وداكشي، دونك كذلك ملي تكون لا بيسين كيكون هاد الباركينغ هذا يستعمل داكشي، استعمال الناس اللي كيجيو لابيسين وداكشي. دونك اون دون الكونتون دو فو، ني بلو دون الكونتون دو جنيف، اي سي ميون.